وحوش برية محاطة بدروع متفجرة، مجنزرات تسير على سلاسل حديدية لا تعرف الرحمة، قذائف من اليورانيوم تخترق أقوى التحصينات، وقادرة على تدمير فرق عسكرية بأكملها. كانت حاضرة في مئات الحروب والنزاعات، تسببت في بحور من الدماء وأنهت جيوشا بأكملها منذ الحرب العالمية الأولى وحتى يومنا هذا. أرماتا وإبرامز وتشالنجر واليوبارد وفهد سوفيتي، جميعها أسماء لآلات قتل المجنزرة ستجتمع معا في مواجهة حتمية هي الأخطر على الكوكب. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نكشف لك قصة دبابة القيصر بوتن التي ستخوض أخطر حرب برية في تاريخها بمواجهة تحالف دبابات الناتو الفتاكة. T-64 سلاح الروس السري الذي كان سيغزو أوروبا. هي دبابة قتال سوفيتية رئيسية تم تقديمها في أوائل الستينيات، والمفارقة أنها صنعت في مدينة خاركيف ثانية أكبر مدن أوكرانيا، وشكلت T-64 الأساس لتصميمات الدبابة السوفيتية الأكثر حداثة مثل T-80، ومثلت ثورة عند ظهورها لدرجة أن الروس أبقوها سرا لفترة، واعتبروها أداتهم الفعالة لغزو أوروبا في حال قيام حرب مع الناتو بفضل سرعتها. كانت T-64 السوفيتية مزودة بمجموعة متنوعة من التقنيات غير المسبوقة، تضمنت مدفع رئيسي ذو تحميل تلقائي بعيار 125 ملم، وطاقم أصغر مكون من 3 أفراد، ودروع مركبة متطورة، وكانت قادرة على إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من مدفعها الرئيسي، وتفوقت على معظم دبابات الغرب في زمانها ولن يتم تصديرها أبدا. وتفاجأ الغرب من استخدام القوات الانفصالية الموالية لروسيا لT-64 خلال حرب أوكرانيا الحالية، وفقدت هذه القوات حوالي 50 دبابة منها، ويبدو أنها ما زالت فعالة في المعارك رغم قدمها. T-72 الروسية ومجزرة إبرامز الأمريكية. تمتلك روسيا نحو 9990 دبابة T-72، وهي تمثل نحو نصف أسطولها من المجنزرات. بدأ إنتاج الدبابة T-72 في العام 1971، وخضعت لتحسينات مختلفة وللمفارقة. تم إنتاج معظمها بأوكرانيا في السبعينيات والثمانينيات، ما يعني أن متوسط عمرها يتجاوز 40 عاما. وقد ظهر قصور هذه الدبابة مبكرا وتحديدا عام 1971 في حرب تحرير الكويت، حينما تواجهت T-72 العراقية وجها لوجه مع دبابة إبرامز الأمريكية، وتعرضت هي وغيرها من الدبابات الروسية الأقدم لمجزرة قاسية أمام الدبابات الأمريكية. وتكرر الأمر نفسه في غزو العراق عام 2003. زودت روسيا دباباتها بدروع أحدث تعرف باسم الدروع التفاعلية، وهي دروع تحدث انفجارا لمنع اختراق الصواريخ المضادة للدبابات لهيكلها، ولكن تظل الدبابة معرضة لخطر الأسلحة المحمولة المضادة للدبابات، خاصة الأسلحة التي تحتوي على رؤوس حربية ترادفية المصممة لاختراق الدروع التفاعلية. تزن T-72 الروسية ما بين 42 و 46 طن، بينما تزن دبابة إبرامز المحدثة ما يقرب من 72 طنة، وهي أكثر تدريعاً من الدبابة الروسية. أحدث طرازات T-72 مزودة بمحرك بقوة 1130 حصان، ولا تتسارع بشكل مماثل للدبابات الغربية، والعديد منها يفتقر إلى أجهزة الاستشعار التي يمكنها التقاط التهديدات بدقة، لذلك كانت فريسة سهلة للدبابات الأمريكية. T-80 دبابة القفص الحديدي.
يعتمد تصميم دبابة T-80 على أساس الدبابة الشهيرة T-64 مع دمج ميزات من T-72 الأحدث. دخلت الخدمة في العام 1976 وكانت أول دبابة في العالم مزودة بمحرك توربيني كمحرك رئيسي، واتسمت الدبابة بالسرعة، وكان ينظر لها أيضا على أنها سوف تكون حصان السوفيت السريع لغزو أوروبا. أتاح لها المحرك التوربيني الغازي نسبة عالية من القوة إلى الوزن وجعلها الأسرع، ولكن عانى من مشكلة حادة في المدى بسبب استهلاكه الكثيف للوقود، وتم استبداله فيما بعد بمحرك ديزل توربيني تجاري. لم تنجح أول تجربة قتالية لها خلال الحرب الشيشانية الأولى في العام 1994، خاصة في العاصمة غروزني، حيث تعرضت لخسائر كبيرة خلال الهجوم على المدينة، لأن الدبابة معدة للهجمات السريعة وليس لمعارك المدن. قامت روسيا أيضا بإدخال عدد صغير من T-80 في الحرب بأوكرانيا، وعانت مثل T-72 من الانتكاسات خلال الحرب، حيث أشار الخبراء إلى عيوب خطيرة في التصميم أثناء تعرض برج الدبابة لإطلاق النار. ولعلك عزيزي المشاهد قد شاهدت العديد من الصور والمقاطع التي ظهرت بها الدبابة T-80 في حرب أوكرانيا، وهي مزودة بأقفاص حديدية مثبتة على برجها لمواجهة الذخائر عالية الهجوم مثل جافلين والذخائر المتسكعة. دبابة T-90 وجيش صدام. كما أسلفنا، كان الأداء السيء للدبابة السوفيتية الصنع T-72 المملوكة للجيش العراقي في حرب الخليج عام 1991 بمثابة نقطة فارقة في تاريخ الدبابات وصدمة للروس والصينيين، فقد أظهرت أن دباباتهم قد تسحق بسهولة أمام دبابات إبرامز وتشالنجر الغربية، بعد أن كانت موسكو ترهب الغرب دوما بقوة دباباتها. ومع انهيار دبابات جيش صدام حسين، قررت روسيا تطوير مشروع الدبابة T-70 والذي عرف لاحقا باسم T-90، وخضعت لعمليات تحديث عديدة حتى خرجت لنا نسختها الأقوى T-90MS، والتي قدمت أداء قتاليا أفضل في الحروب الحديثة. تتسلح الدبابة بمدفع من عيار 125 ملم بدقة عالية، وهو متوافق مع أنواع مختلفة من الذخائر الروسية، ويمتلك مدى إطلاق يبلغ 5 كيلومترات في شكله الأساسي. يتم تشغيل T-90 بطاقم مكون من 3 أفراد، ويتم دفعها بواسطة محرك من 12 أسطوانة بقوة 1000 حصان، مما يسمح لها بالوصول إلى سرعات تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة. وهناك نسخ تأتي بمحرك ديزل بقوة 1130 حصان، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ المواجهة المضادة للدبابات من نوع ريفليكس المصمم لخرق دروع الدبابات التفاعلية واستهداف طائرات الهليكوبتر. ومن حيث الحماية الخاصة بها، فإن T-90 محمية بمزيج من الدروع التفاعلية المتفجرة من نوع كونتاكت 5 مثبتة على الهيكل والبرج، بالإضافة إلى دروع فولاذية متعددة الطبقات تحيط بهيكل الدبابة. وعلى الرغم من التطوير الكبير لهذه الدبابة، إلا أن جذور تصميمها تعود للدبابة السوفيتية الشهيرة T-72، ما يجعلها تعاني من العيب الشهير نفسه بتصميم البرج، وهو ما تسبب في تدميرها بكثرة من قبل القوات الأوكرانية. على أي حال، T-90 المتطورة لم يصنع منها الروس أعدادا كبيرة، ربما نحو 400 دبابة أو أقل، من بين أكثر من 12,000 دبابة تعود للحقبة السوفيتية. والسبب في ذلك أنها لم ترقى إلى المستوى القتالي الذي أراده الروس، بجانب مشكلة موسكو الأساسية في سلاسل التوريد المحتملة، كما أن الروس يفضلون التركيز على إنتاج دبابة أرماتا الأفضل والأقوى. أرماتا وحش بوتين الذي يخشاه الناتو. تعتبر دبابة T-14 أرماتا الروسية فريدة من نوعها من حيث القدرات، إذ يمكن الاعتماد عليها كمركبة للاستطلاع واكتشاف الأهداف المعادية البرية والجوية. تأتي الدبابة بإصدارين من المدفع الرئيسي، المدفع الأول من A-82 والذي يستخدم قذائف من عيار 125 ملم بمدى يصل إلى 14 كيلومتر، ومعدل إطلاق يبلغ 6 قذائف في الدقيقة الواحدة. أما الإصدار الثاني فهو من طراز A-83
والذي يستخدم ذخائر من عيار 152 مليمتر على غرار المقاذيف المستخدمة في مدافع هاوتزر الروسية كمدفع أكاتيا. يبلغ طول المجنزرة أرمات 10.6 متر وبعرض 3.5 متر وارتفاع 3.3 متر وبوزن إجمالي يبلغ 55 طنة. لكن هذه الكتلة مدروسة بشكل فائق للغاية، حيث يمكن لأرمات حمل من 40 إلى 60 قذيفة حسب نوع المدفع داخل هيكل العربة، إضافة لخزانة الوقود المدمجة في جوانب الدبابة ومؤخرتها، مما يتيح لها العمل بنطاق 650 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود. تحتاج أرمات إلى طاقم مؤلف من 3 أفراد هم قائد الدبابة والسائق والمدفعي، ويمكنهم قيادتها من خارج المركبة بواسطة مجموعة اتصال خاصة بكل عربة تستطيع توجيهها والتحكم بها بشكل كامل ضمن نطاق 12 كيلومتر، وهي مزودة بأنظمة دفاعية متطورة أحدها يطلق عليه اسم أفغانيت للحماية النشطة، ويعني ذلك القدرة على اعتراض القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والقذائف الموجهة، وذلك بإطلاق صواريخ باتجاهها وتدميرها قبل وصولها إلى الدبابة. أولى مشاركة أرمات القتالية كانت في فبراير شباط عام 2022 عندما دخلت الحرب ضد أوكرانيا، وأدارت أنظمتها الإلكترونية والقتالية محاور وقطاعات اشتباك كاملة، وأوكل إليها مهمة توجيه كتائب الدبابات والمشاة الميكانيكية. وحتى بداية عام 2022 امتلكت روسيا نحو 210 من طراز أرمات 14 الأكثر تطورا. إبرامز جحيم من اليورانيوم والدروع الإشعاعية. تعد إبرامز خاصة نسختها القديمة M1 والحديثة M2 صاحبة التاريخ الأعرق بين الدبابات العاملة حاليا، إذ أنها تجمع بين القوة النارية والحماية والتنقل، غير أنها واحدة من أثقل دبابات القتال الرئيسية بالعالم. خاضت دبابة إبرامز M1 نزاعين رئيسيين، حرب الخليج عام 1991 وحرب العراق عام 2003، واستطاعت خلالهم تدمير أعداد كبيرة من دبابات الجيش العراقي روسية الصنع. تتسلح إبرامز التي دخلت الخدمة بالجيش الأمريكي عام 1980 بمدفع من عيار 120 ملمتر بحمولة 48 مقذوفة، وباستطاعة المدفع إطلاق قذائف مختلفة الأنواع والمهام كالقذائف التقليدية أو الانشطارية أو الخارقة أو قذائف اليورانيوم المنضب التي يخشاها الروس. يتراوح وزن إبرامز حوالي 70 طنة بكامل حمولتها مع طاقم مكون من 4 أفراد، ويتم دفع هذا الوزن الهائل بمحرك بقوة 1500 حصان يعمل بوقود الطائرات، ما يمنح الدبابة سرعة قصوى تصل إلى نحو 68 كيلومترا في الساعة بمدى 425 كيلومتر. اليوبارد 2 الفهد الألماني الذي يحمي أوروبا من الغزو الروسي. واحدة من أشهر وأنجح الدبابات في العالم خاصة في أوروبا، وهي سليلة الأحدث للدبابات الألمانية التي اكتسحت أوروبا في الحرب العالمية الثانية. صممت اليوبارد 2 في الأصل بالسبعينيات للجيش ألمانيا الغربية ردا على التهديدات السوفيتية خلال الحرب الباردة، وقد تم تصميمها للتحرك بسرعة فوق مجموعة متنوعة من التضاريس، وهي قادرة على مواجهة جميع الدبابات التي تستخدمها روسيا على الأرض منذ الأيام الأولى لحربها في أوكرانيا. تتميز اليوبارد بمدفع رئيسي أملس من عيار 120 ملمتر قادر على إطلاق ذخيرة الناتو القياسية وقذائف HA الجديدة القابلة للبرمجة، كما تحتوي الدبابة محطة سلاح خفيف يتم التحكم فيها عن بعد مثبتة على مدفع الرشاش من عيار 7.62 ملمتر أو قذيفة قنابل عيار 40 ملمتر، ويتم دفع الدبابة بمحرك بقوة 1500 حصان يسمح لها بالتحرك بسرعة قصوى 72 كيلومترا في الساعة لمدى يبلغ 450 كيلومتر. ولدى الدبابة نحو 60 طنا من الدروع السلبية التي توفر حماية شاملة من الصواريخ المضادة للدبابات والألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة ونيران RPG. لماذا تخشى الولايات المتحدة مواجهة إبرامز لمجنزرات بوتين وتدفع باليوبارد الألمانية؟
تمتلك إبرامز محركاً توربينياً صاخباً بقوة 1500 حصان يعمل بوقود الطائرات الباهظ الثمن، كما أن المحرك شره للوقود ويوفر قدرة حركية أفضل للإبرامز، بينما يمنح محرك الديزل الدبابة اليوبارد 2 مدى أكبر قبل إعادة التزود بالوقود، علماً بأن أغلب الدبابة في العالم تعمل بالديزل مثل اليوبارد. عندما صمم الأمريكيون إبرامز في السبعينيات قاموا بتضمين التوربينيات الغازية بقوة 1500 حصان من أجل إعطاء الدبابة تسارعا وسرعة عالية، وبالتالي فإن M1 إبرامز التي تزن في أحدث إصدار لها أكثر من 70 طنة بلغت سرعتها القصوى نحو 45 ميلا في الساعة أثناء حرق وقود الطائرات GB8، بينما تزن اليوبارد 2 أيضا 70 طن، ولكن محرك ديزل بقوة 1500 حصان وهو أبطأ قليلا في بعض الظروف. وتظل ميزة رشاقة إبرامز متواضعة مقارنة بتكلفة تشغيلها، فوقود الدبابة الأمريكية أسرع في النفاذ من معظم الدبابات المنافسة، كما أنها ميكانيكيا معقدة للغاية وقد تسبب مشكلة لوجستية كبيرة لجيش المتوسط وغير متقدم مثل الجيش الأوكراني، بل وحتى للعديد من الجيوش الأوروبية الأغنى والأكبر. ولن تكون عملية في ساحة المعركة الأوكرانية بالمقارنة مع دبابة اليوبارد 2 الأحدث والأخف من إبرامز، وهو ما قد يكون ميزة في عبور الطرق والجسور الأوكرانية المعدة للدبابة السوفيتية الأصل التي هي أخف من كل الدبابات الغربية. وبالطبع لا يمكن استبعاد أن أحد أسباب إصرار الولايات المتحدة على إرسال دبابات اليوبارد الألمانية وليس إبرامز الأمريكية لأوكرانيا هو خوف واشنطن على الأسرار التقنية لدبابتها الشهيرة من الوقوع في أيدي الجيش الروسي في حال سقطت في الأسر، كما هو مرجح في أي حرب. تشالنجر 2 فخر الصناعة البريطانية. العمود الفقري للقوات البرية البريطانية تتميز بقوة دروعها المتطورة والقادرة على الصمود أمام أقوى الانفجارات الضخمة. تتسلح بمدفع من طراز 120 ملم، وهو قادر على إطلاق مجموعة منوعة من القذائف، وعلى رأسها قذائف اليورانيوم المنضب ذات قدرة الاختراق الكبيرة. يبلغ طول تشالنجر 8.3 متر وعرضها 3.5 متر، ويصل وزنها بكامل حمولتها مع طاقم من 4 أفراد إلى حوالي 62.5 طن، ويتم دفعها بمحرك ديزل بقوة 1200 حصان بسرعة 59 كيلومترا في الساعة على الطرق الممهدة بمدى 450 كيلومتر، بينما تبلغ سرعتها على الطرق الوعرة 40 كيلومترا في الساعة بمدى سير متواصل 250 كيلومتر. شاركت في حرب الخليج وغزو العراق، وتسببت في إسقاط العديد من الدبابات العراقية. يعيب دبابات تشالنجر 2 وزنها الثقيل الذي يتجاوز 62 طن وخصائصها الحركية المتواضعة في ميدان المعارك. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك من سينتصر في حرب الدبابات القادمة؟ وهل ستغير إبرامز واليوبارد وتشالنجر مسار الحرب الأوكرانية؟ أم أنها ستنهار أمام قذائف أرماتا ورفقائها؟ أخبرنا في التعليقات.